بكم من جديد مشاهدي الكرام في نشرة هذا المساء. تخوض سلطنة عمان من جديد مساء وساطة بين إيران والخليج والولايات المتحدة. فبعد أن كان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في واشنطن، فهو يلتقي الإيرانيين لليوم الثاني على التوالي في محاولة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لإحداث اختراق في ملف الأزمة الإيرانية. الرئيس الإيراني لا مانع لديه بلقاء قادة سعوديين، وترامب يشدد لهجته تجاه احتجاجات إيران. فهل ستؤتي أكلها وساطة عمان واليابان؟ أمن إقليمي ثابت هي الصورة السياسية التي أعادت إيران تصورها. تصريحات جديدة للرئيس الإيراني حسن روحاني أكد فيها استعداد إيران إعادة العلاقات مع المملكة السعودية والدول المجاورة. تعاون خليجي إيراني توسط ساحة المباحثات الإيرانية العمانية خلال زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، واستكمال للرفض القاطع للتدخل الأجنبي ضمن اتهامات إيرانية لأمريكا وأوروبا في السعي وراء تصعيد التوترات العالقة في المنطقة. تقتل إيران الآلاف والآلاف من الناس في الوقت الحالي، ولهذا السبب قاموا بقطع الإنترنت. لهذا السبب لا يرى الناس ما يجري، لكن الآلاف من الناس يقتلون في إيران الآن. اتهامات متبادلة في المشهد السياسي الإيراني تسلط الضوء على ضحايا الاحتجاجات الشعبية في إيران. اتهامات أمريكية جاءت عقب تصريحات إيرانية تعترف باعتقال أكثر من 2000 محتج خلال المظاهرات الرافضة لرفع أسعار الوقود. أقول بصراحة إن الأرقام التي قدمتها الجماعات المعادية حول الوفيات في الاحتجاجات الأخيرة في إيران هي مجرد أكاذيب. الإحصائيات الحقيقية تختلف اختلافا كبيرا عما يعلنونه، وهي أقل بكثير مما يدعون. يزعمون بعض الأرقام ويعطونها أسماء ملفقة. تصريح إيراني آخر يؤكد رواية المؤامرات الخارجية في بيانات المنظمات الدولية، فيما لا تزال نظرية تدخل طرف ثالث في الاحتجاجات الشعبية قيد الحوار السياسي الإيراني، مشيرة لمساعٍ أجنبية للإخلال بنظام الدولة. أما مسقط فلا زالت تقود محاولة وساطة تارة في واشنطن وتارة في طهران، في محاولة ليست الأولى لرأب صدع التوتر الأمريكي الإيراني والخليجي في سياقه. في هذا النقاش ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الإيرانية إلداد باردو. سيد إلداد مرحبا بك. مساء الخير. معنا ينضم إلينا من عمان عبر خدمة سكايب خبير العلاقات العربية والدولية عمر الرداد. مرحبا بك سيد عمر. دكتور نصير العمري الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. سيد عمر دعني أبدأ معك، هل يمكن القول بأن الأمور عادت لتتحرك من جديد بخصوص الوساطات سواء العمانية أو اليابانية بالملف الإيراني؟ حقيقة التطورات، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. من الواضح جدا أنه بالحد الأدنى استبدلت عناوين ومقاربات الحرب بهذه المرحلة، رغم أنها لا زالت مطروحة على الطاولة على الأقل من قبل أوساط أمريكية، ولو في إطار التهديد ومعارك عض الأصابع بين أمريكا وإيران. لكن كل هذه المقاربة كما نلاحظ منذ فترة خاصة، منذ أكثر من شهر مع بدء الثورة بالعراق وفي لبنان والتغيرات التي تجري في المنطقة، وكان آخرها أيضا الأحداث الداخلية في إيران، بالحد الأدنى نستطيع أن نقول أن العنوان تبدل بالمنطقة تجاه الملف الإيراني، من الحديث عن الحرب وسياقاتها والمواجهات العسكرية إلى سياق جديدة عنوانها إعادة طرح مبادرات السلام. وإن كان الطرح الإيراني حقيقة جاء على لسان روحاني قبل أكثر من شهرين بالأمم المتحدة، وهذا ما يعني أن الطرح الإيراني في جزء منه كان قبل هذه الأحداث في بغداد وبيروت وما جرى داخل طهران والمدن الإيرانية الأخرى من ثورة على خلفية زيادة أسعار المحروقات. المنطقة اليوم تتجه واضح جدا باتجاه مصالحات وباتجاه تسويات، رغم استمرار سيناريوهات الحرب والتلويح بها،
وخاصة يبدو أن سياسة الولايات المتحدة حتى اللحظة هناك موقفان، الموقف الأول تمثل الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب والبيت الأبيض، وموقف آخر في الدولة الأمريكية العميقة الذي لا يؤمن بإيران ويتطلع باتجاهات المزيد من الضغط عليها حتى بما في ذلك الضغط العسكري. ونذكر الحوارات اللي جرت داخل أمريكا وخارج أمريكا بخصوص إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكي اللي تم من قبل إيران، وعدم قيام الرئيس ترامب رغم التهديدات ورغم السياقات العام التي كانت باتجاه الرد أنه لم يقم بالرد. ثم المحطة الأخرى كانت محطة أرامكو. لكن باختصار شديد جدا إجابة على السؤال اللي تفضلت فيه، اليوم يبدو أن هناك متغيرات على سواء بالنسبة لإيران ووضعها الإقليمي وأدواتها، وأيضا داخل إيران. ولا ننسى أيضا أننا بعد حوالي سيد عمر أبقى معي. نعم دكتور نصير أنتقل إليك. بهذه المتغيرات التي يتحدث عنها سيد عمر، هل تستجيب واشنطن لها، وهل يمكن ذلك أن يقرب من وجهات النظر من جديد بخصوص الأزمة الأمريكية الإيرانية والخليجية؟ تحية لك. في الحقيقة لا يوجد يعني ما يشبه الانفراج، ولكن هناك لعبة الانتظار. الولايات المتحدة تظن بأن الضغوط كبيرة الاقتصادية والضغوط الداخلية على النظام في إيران هي ضغوط كبيرة، ولا يريدون استفزاز إيران بتصريحات ربما يعني تؤدي إلى المزيد من التصعيد، ولكن لا يوجد تغيير في الاستراتيجية الأمريكية. هم يحاولون عبر وسطاء مثل عمان وغيرها أن يقربوا إيران من طاولة المفاوضات مع إبقاء الضغط عليها. وهناك متغيرات، يعني الموقف العربي بعد يعني الرأو والتردد الأمريكي، هناك محاولات من الإمارات والسعودية لفتح حوار، ولكن الاستراتيجية تبقى هي استراتيجية الضغط على إيران، خاصة أن هناك حراك داخلي وحراك في الإقليم ضد إيران. دكتور نصير، ما الذي قد ينجح هذه الوساطات، سواء الوساطة العمانية أو اليابانية، التي ليست باعتبار الوساطات الأولى في إطار هذا الملف خصوصا في السنوات الماضية؟ أيضا أظن بأن الولايات المتحدة تنتظر من إيران موقف، يعني تغيير جذري في موقفها فيما يتعلق بالحوار حول أسلحتها النووي وبرنامجها النووي، هذا أولا. ثانيا البرنامج الصاروخي والتدخل في المنطقة. وفي هذه الملفات لم تبدي إيران أي نوع من التحرك باتجاه الحلول أو باتجاه الحوار، ولذلك يعني يبقى الموقف يراوح مكانه استراتيجيا. وأظن بأن السيد ترامب عندما تردد في قضية إسقاط النظام، عندما سئل يعني إذا كانت هناك نية للولايات المتحدة بإسقاط النظام، قال نحن يعني منفتحون على الحوار، رغم أن السيد بومبيو يقول بأنه مع هذه المظاهرات في إيران. فهذا دليل على أن هناك تحرك أو أمل في أن تتحرك إيران نحو الحوار، ولكن السيد ترامب والإدارة الأمريكية تبقي الضغوط قائمة مع إمكانية أن تأتي إيران إلى طاولة الحوار، ولكن لا يوجد لحد هذه اللحظة أي ضمانات أو إشارات بتغير في موقف إيران. هل نقترب سيد إلداد من سيناريو عودة التفاوض وفتح باب المفاوضات بين الأطراف بقراءة المتغيرات التي تحدث في المنطقة؟ طيب، الموقف الإيراني حسب رأيي وحسب تحليلي منذ الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية كان يتجه نحو العودة إلى صفقة جديدة، فلا مفر لإيران بذلك. والزعيم الإيراني أوضح ورسم سياسته وقال بأنها المرونة الشجاعة، المرونة الشجاعة المرنة. فالرؤية الإيرانية هي حذو حذوة المعاهدة حسن، الإمام حسن مع معاوية، يعني اتفاق مؤقت لمدة 10-20 سنة مع العدو. ولكن فيما بعد كان هناك تغيير في السياسة الإيرانية، فكان الهدف التوصل إلى صفقة جديدة، ولكن كانوا يريدون أن يصلوا إلى مرحلة الصفقة الجديدة من موقف القوة. وعلى هذا بدأت موجة من الاستفزازات العسكرية في الخليج،
وكان أوجها الهجوم على السوق النفطية العالمية عن طريق مهاجمة العربية السعودية، ولكن كانت لهذا عكس النتيجة، لأن العالم كان قد فهم أن السياسة الإيرانية، أن إيران هي دولة غير مسؤولة بشكل واضح لا يقبل التأويل. والآن إيران بعد موجة التظاهرات والاحتجاجات العنيفة جدا هي في صدمة عميقة جدا جدا جدا، يعني هي لا تفهم، القيادة الإيرانية والشعب الإيراني أيضا لا يفهمون ماذا حدث، لأنه كان تعتيم كامل في الإنترنت. نعم. هم في صدمة، هو مثل شخص في داخل زلزال أو في حادث طرق وهو في المستشفى ولا يعلم ماذا حدث، يعني الوالد توفى وحدث هذا وهذا، هو لا يفهم، لم يستوعب، لا يرى أين هو. فعلينا أن ننتظر الشهر، شهرين، ثلاث شهور حتى يستوعب ويفهم الإيرانيون أين هم موجودون الآن. هل هذا صدمة كاملة؟ هل هذا سيدفع الأطراف من جديد للعودة إلى طاولة المفاوضات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لعام ما قبل الانتخابات؟ على مستوى إيران أزمة اقتصادية واحتجاجات كبيرة، حتى على مستوى دول الخليج هناك من بات يدرك بأن الخطر بات حقيقيا. هل هذه التغييرات ستدفع بالأطراف للعودة؟ هدف المرشد هو التوصل إلى الصفقة. لماذا؟ لأنه هو يريد أن يأخذ الجمهورية الإسلامية وينقلها إلى من يأتي بعده، إلى رئيس جديد، إلى مرشد جديد. فهو بحاجة إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وضمان فترة، حقبة من الزمن بشكل مستطب، بشكل هادئ. ولكن السؤال هو هل ستبقى إيران؟ لأن إيران على وشك الانهيار. سيد عمر، أنتقل إليك من جديد. نشاهد نوعا من التقارب الخليجي الآن في هذا التوقيت، حتى يدور الحديث عن محاولة عودة أن يكون الخليج موحد. هل هذا مرتبط أيضا بالملف الإيراني، ولا هذا مرتبط بمبادرة إيران بخصوص حماية أمن الخليج والتي أطلقتها في الأمم المتحدة؟ صحيح، يعني لنكون واضحين، الأزمة في مجلس التعاون الخليجي ضمن دول مجلس التعاون هي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، مع قطر من جهة أخرى، فيما موقف عمان وموقف دولة الكويت مختلف، لا تتخذ ذات الموقف الذي تتخذه الدول التي تم ذكرها بالمقارنة مع في الأزمة مع الدوحة. أعتقد أن قضايا المنطقة متشابكة وغير معزولة عن بعض حقيقة. ما يجري اليوم، يجري الحديث وبقوة وبعمق عن مصالحة قطرية مع المملكة العربية السعودية تحديدا، وقرأنا اليوم تم تسريبات بالإعلام وتحديدا بالإعلام القطري وأيضا بأوساط إعلامية أمريكية أشارت إلى زيارة وزير الخارجية القطري إلى الرياض قبل شهر، زيارة سرية، وقدم تعهدات. وهناك دعوة لأمير قطر لزيارة القمة في الرياض القادمة. السؤال سيد عمر، هل كل هذه التطورات ترتبط بشكل أو بآخر بالملف الإيراني؟ هل يمكن أن نتوقع في الأشهر القادمة سيناريو توقيع معاهدات تتعلق بأمن الخليج على المستوى الداخلي، على المستوى الخارجي، عودة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ تقديري من المبكر، يعني القول بتوقعات لا زالت في إطار السيناريوهات فيما يتعلق بالولايات المتحدة وإيران. إيران لا زالت هناك خشية بالفعل من أن تكون هذه المبادرات التي تطرحها اليوم للأمن الإقليمي والأمن الخليجي وأمن دول المنطقة واستبعاد أوروبا واستبعاد أمريكا، هي عمليا دول الخليج تقديري لن تقبل بذلك دون غطاء من الولايات المتحدة الأوروبية وغطاء عالمي. هذا يعني أن العلاقة الاستراتيجية بين السعودية ودول الخليج من جهة مع الولايات المتحدة تتطلب الاستجابة، لا بل الالتزام من قبل دول الخليج بالمتطلبات الأمريكية تجاه الملفات الثلاثة الرئيسية التي مطلوب من إيران أن تعالجها. سيد عمر، سؤالي كان التدريج في المواقف، يعني بخصوص الأزمة اليمنية شاهدنا نوع من التحرك، توقيع الاتفاقية في المملكة العربية السعودية، نوع من التغيير في مجريات الأحداث في اليمن، وحتى في الصورة العامة سيد عمر، حتى فيما يتعلق بموقف الإمارات تجاه إيران. هذا السؤال، هل هذا التدريج سيصل بنا إلى عودة التفاوض؟
من المبكر الحكم باتجاهه وأطلاق حكم وأن نقول ونحن مرتاحون أن هناك عودة لتيار المفاوضات بديلة لتيار الحرب والتصعيد والتهديدات التي تنطلق في المنطقة لسبب بسيط، أن إيران حتى اللحظة لا زال الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي وخطاب المرشد يتعامل مع ما يحدث بالعراق وما يحدث في بيروت ولبنان وما يحدث حتى داخل طهران نفسه بذات القيم وذات المقاربات، وينهل من ذات القاموس الذي يستخدمه في رفض هذه الحركات وعدم الاستجابة لها. لا زالت إيران حتى اليوم تملك القدرة على الأقل بالإعلام أن تقدم مناورات سياسية وتريد أن تقول للعالم ها نحن نمد أيدينا إلى السلام ونقدم مبادرات، لكن تقديري ما لم تقدم على خطوات جادة فيما يتعلق بالملف النووي، فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، أيضا تدخلات قاسم سليماني والحرس الثوري بالمنطقة، نعم. دون أن تقدم على تنازلات وتفاهمات حقيقية، تفاهمات حقيقية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وقبل ذلك مع الولايات المتحدة والغرب. دون ذلك حقيقة سيبقى مجرد علاقات عامة، نعم، مجرد حديث بالإعلام لا قيمة له، ولن تأخذ به الولايات المتحدة ولن تأخذ به الأطراف الأخرى. دكتور ناصر، الرئيس الإيراني حسن روحاني قال بأن رسائل سرية نقلت عبر الوسيط العماني من واشنطن إلى طهران، ما الذي يمكن أن تحمله هكذا رسائل بين الأطراف؟ أظن بأن استراتيجية السيد ترامب لم تتغير، والإدارة الأمريكية تحاول منذ اليوم الأول من الانسحاب من الاتفاقية النووية زيادة الضغط بحيث تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات. لا أظن بأن هذا تغير، وإذا كان هناك نية لدى إيران بالتحرك نحو التفاوض لا أظن بأن الولايات المتحدة ستراهن على مثلا إسقاط النظام أو غير ذلك. هم يرحبون بقدوم إيران إلى طاولة المفاوضات، ولكن أظن بأن يعني وول ستريت نشرت تقريرا تقول بأن هناك ضغوط كبيرة على النظام من الداخل، وبأنه فعلا بدأ ينفذ من الأموال، نعم، التي كانت الاحتياطي لإيران. كيف تفسر سيد نصير أن موقف ترامب مناقض نوعا ما لموقف وزير الخارجية مايك بومبيو بخصوص الاحتجاجات والتظاهرات؟ يعني هل عاد من جديد الحديث عن تناقض في الموقف الأمريكي تجاه إما تغيير النظام أو تغيير سياسته والإبقاء عليه؟ أظن بأنه نفس الاستراتيجية رغم هذه التصريحات. السيد ترامب لا يريد أن يقول أريد أن أسقط النظام، لأنه هذا يقطع الطريق على الوساطة العمانية في أن فعلا تجلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، ولكن هذا أيضا مقصود، يعني هذا التناقض في التصريحات هو أيضا مقصود. فالولايات المتحدة تريد أن تقول بأنها جاهزة عسكريا وجاهزة للتصعيد وستزيد الضغط على إيران، وبنفس الوقت هو يقول لا أريد إسقاط النظام، تعالوا إلى المفاوضات. ولكن أظن بأن الموقف المبدئي للسيد ترامب والإدارة الأمريكية هو واحد، وهو أن هذه الضغوطات لن يتم إزالتها عن إيران أو تخفيفها عن إيران ما لم يكون هناك توجه إما للمفاوضات أو توجه يعني إذا على وقع الشارع، إذا كان هناك، نعم، فعلا كما يقال بأنه في حركة احتجاجية ربما تزيد الولايات المتحدة الضغط على النظام باتجاه إسقاط النظام. نعم. سيد إلداد، عودة إليك من جديد، ما الذي قد يطرح إن صحت الأنباء حول وجود قنوات سرية في هذه القنوات سواء على المستوى الإيراني أو الأمريكي؟ نحن استمعنا أن السيد ترامب ممكن 100 مرة طلب بالتفاوض، نعم، والآن في إيران هناك غضب كبير جدا ضد الحكومة، لأن السيد روحاني عندما ذهب إلى الولايات المتحدة للاشتراك في جلسات الأمم المتحدة كان هناك الرئيس الفرنسي يحاول أن يلعب دور الوسيط ويقوم بإجراء لقاء بين السيد ترامب والسيد روحاني، ونحن نعلم أن هذه بادرة حسن نية من الجانب الأمريكي، لأن السيد روحاني هو ليس الرئيس الإيراني، لقبه هو الرئيس ولكن هو المدير العام لمكتب المرشد، يعني من ناحية صلاحياته، يعني هو يتحدث مع عمان ولكن لا صلاحية له. هناك قاسم سليماني، هناك طبعا السيد خامنئي وكل ذلك، ومع ذلك
ولكن لابد بأن أيضا المرشد الأعلى يبقي خانات اتصال عبر الرئيس. فقال سيد تراب يعني أنا مستعد أن 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 ألتقي مع موظف من الدرجة الثالثة كرئيس أمريكي. فهذه بادرة حسن نية، ولم تنتقم الولايات المتحدة من إسقاط طائرتها، ولم تنتقم من الهجوم على السعودية، ولم، ولكن إيران تتصرف وكأنها ملكة العالم. فهذه نوع من يعني هذه السياسة غير معقولة، والشعب الإيراني بغضب شديد. هناك ليس هناك التفاف حول الحكومة، وإنما شعبية الولايات المتحدة كبيرة جدا في إيران، وشعبية إسرائيل كبيرة في إيران، وشعبية العرب كبيرة في إيران. فما هو مصير هذا النظام؟ لا أحد يدري. يعني هم يتصرفون وكأن لهم أمبراطورية، ولكن الدولة الإيرانية إذا هي في لبنان أو في العراق أو في اليمن في أي مكان، الشيعة يقومون بانتفاضة ضد الشيعة. فإلى أين يذهبون؟ إلى أين؟ ما هو العقل؟ ما هو أين الحكمة الفارسية الذي دائما نسمع عنها أنهم يعني عقلاء؟ طيب سيد عمر، أنتقل إليك في إطار هذا النقاش. بالنسبة للجانب الإيراني، هل سياسة السير على حافة الهاوية ستؤدي في نهاية الأمر إلى انهيار هذا النظام؟ وشاهدنا احتجاجات كبيرة هذه المرة. يعني انهيار النظام يبقى أحد السيناريوهات المطروحة، وتقديري أن القيادة الإيرانية تدرك مخاطر هذا السيناريو وأدركت أهميته بالقضاء على الانتفاضة التي جرت قبل أسبوعين. خلال 48 ساعة عدد المعتقلين وعدد الشهداء بهذه الانتفاضة على الأقل ليس من مصادر المعارضة الإيرانية، يعني ليست فقط المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ولا فقط مجاهدي خلق، بل حتى الإعلام الرسمي الإيراني وشبه الرسمي تكاد تتطابق الأرقام حول أعداد القتلى. ويبدو ردة الفعل العنيفة هاي كان في إدراك أنه لولا هذه القبضة الأمنية المتحكمة بشكل حاد جدا، ربما خلال الأسبوعين الماضي كان يمكن أن يتم الإطاحة بالنظام، أو بالحد الأدنى أن تحدث ارتباكات حقيقية داخل القيادة الإيرانية. تقديري اليوم مع الإدارة الأمريكية وصلابة هذه الإدارة الأمريكية ووقوفها بحزم إلى جانب قراراتها رغم ما يتردد حول الصبر الأمريكي وإعطاء المزيد من الفرص لإيران، إلا أن ضغوطاتها الاقتصادية الحادة والضغوطات الاقتصادية القادمة غير العقوبات فيما إذا اتخذت قرارات جديدة، نعم، يبدو أنها ستسهم في تغييرات حقيقية داخل إيران. ربما لم يعد ينفع معها أن تذهب إيران إلى حافة الهاوية ثم تعود الأطراف الأخرى من الخصوم لطلب منها للعودة والتفاوض، أو أن تبدأ هي بتقديم تنازلات وتوافقات كما حدث عبر الوسيط العماني بإنجاز الاتفاق النووي عام 2015. تقدير المرحلة اليوم مختلفة جدا، ويبدو أن القيادة الإيرانية شأنها شأن كثير قيادات من المنطقة، قيادات شمولية استبدادية وديكتاتورية لا تلتزم ولا تدرك مضامين التغيير في قطاعات الشباب التي تحدث اليوم عبر كل مناطق الشرق الأوسط وحتى في أمريكا اللاتينية وبقية مناطق العالم، وأن الأيديولوجيا لم يعد لها مكان في السياسة وفي الانتخابات. ويعني نذكر الإيرانيين من خلال شاشتكم بأن الساباك في عهد محمد رضا بهلوي كان أقوى بكثير، أقوى مئات المرات من مخابرات إيران اليوم، واستخدم أساليب أكثر بشاعة بالاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان أكثر بشاعة. طيب، ضد الشعوب الإيرانية قبيل تلك الثورة التي اختطفها الإسلاميون. دعني أختم مع دكتور نصير. دكتور نصير، يعني عام قبل الانتخابات الأمريكية، هل هذا سيعطي نوع من الاستراتيجية الأمريكية الجديدة نوعا ما في إطار هذا الملف الإيراني، أم أنها ستبقى ذات الاستراتيجية برأيك؟ في الحقيقة هذه السنة القادمة ستكون سنة مفتاحية فيما يتعلق بالملف الإيراني. أظن بأن الضغوط ستزداد على إيران رغم هذه التصريحات التي تحاول إقناعهم بالقدوم إلى طاولة المفاوضات. أظن بأن السيد ترامب والإدارة الأمريكية تعول على أن النظام لن يستطيع أن
ينجو اقتصاديا وماليا السنة القادمة، ويبقى يعني هذه سنة والانتخابات ستكون يعني في نوفمبر القادم، وهذا وقت طويل جدا، وأظن بأن النظام في إيران يعاني معاناة شديدة، ولكنه لا يستهان به. أنا أختلف قليلا مع الأساتذة في قولهم بأنه النظام على وشك أن ينهار، حتى وإن بدأت عملية الانهيار فستشبه انهيار النظام السوري بشكل تدريجي وبشكل ولفترة طويلة، ولكن أظن بأن الضغوط كبيرة على النظام، وقدومه إلى طاولة المفاوضات مستبعد، وأظن بأنه سيقاتل للبقاء، والولايات المتحدة أظن بأنها ستكون بالمرصاد لهذا النظام. دكتور نصير العمري، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من نيويورك، شكرا جزيلا لك. شكرا موصولك سيد إلداد باردو، أشكرك جزيل الشكر سيد عمر الرداد من عمان. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام نشرة هذا المساء، دقائق قليلة ونعود إلى مناظرتنا اليومية حول التطبيع العربي الإسرائيلي، فابقوا معنا.